شكل موضوع الجيوسياسية حقوق الإنسان فلسطين حرة محور لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس في إطار المعرض الدولي للنشر والكتاب. واستضاف محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذا اللقاء الحقوقي الفلسطيني راجي سوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، الذي استعرض وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والخروقات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. في فلسطين بالذات يعني بالضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس هي الأسوأ منذ 65 عاما، هي تدهورت بشكل غير مسبوق. لا زال في قطاع غزة يتم ممارسة هذا الحصار الخانق والإغلاق والذي يعد الكارثة الأكبر من صنع البشر في القرن 21، ولا زالت غزة تتعرض كل حين وآخر لغارات إسرائيلية لاقتحامات إسرائيلية، وتعرضت في السنوات الأربع الماضية إلى حربين كان في عين العاصفة منهم المدينة الفلسطينيين. أما القدس فهي تتعرض لحرمان التطهير العرقي غير مسبوقة والتهويد الممنهج والعزلة عن باقي مدن ومخيمات الضفة الغربية. الأمسية هذا المساء التي استضاف فيها المجلس الوطني الأستاذ راجي السوراني المحامي والناشط الحقوقي والشخصية الفلسطينية والحاصل على عدة جوائز عالمية، كانت أمسية للتداول طبعا في أوضاع حقوق الإنسان بفلسطين. تبين من خلال عرضه على أن هناك صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، وهناك طبعا آمال تكاد تكون معدومة تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي حكومة استيطانية بامتياز. كما تطرق أيضا إلى الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الذي يشكل حالة ضعف في الثورة الفلسطينية الآن. وقد شكل هذا اللقاء الذي حضره عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان فرصة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وانعكاسات الانقسامات في الصف الفلسطيني على ملف تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الانتهاكات المستمرة للسلطات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.